علاش تسموا بعض الرسل بأولي العزم كإبراهيم عليه السلام وسيدنا نوح قبل منه وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ هذو هما أولو العزم من الرسل. أولو العزم لأنه الدعوة ديالهم كانت يعني واجهت واحد الطغيان كبير أو واحد الظلم كبير أو واحد الجهال كبار، وتعذبوا وتمحنوا بسبيل هذيك الدعوة ديالهم وصبروا وكانوا أقوياء، ما ترددوا ما تزعزعوا ما هربوا من ديك الدعوة، بل مشاو ليها بقوة وصبروا عليها. سيدنا إبراهيم أرموه في النار وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقال له الله تعالى ذبح ولدك وهز جنوي بغي ذبح ولده، إيوا العزيمة ما بقاش عزيمة بحال هذه. سيدنا نوح آلف عام قل 50 وهو يدير الدعوة إلى الله عز وجل، كمشى ديال الناس اللي تبعوه آلف عام قل 50 وما عيا ما تعب صابر، حتى ربي تعالى جاب الفرج وقال له اجمع هذيك الربعة ولا خمسة الناس اللي آمنوا بك السفينة غادي نشطب الأرض من هذا الوسخ ديال هذ الكفار. وكذلك سيدنا موسى مشى لفرعون، شكون اللي قد يقرب له؟ هو كيقول لهم أنا ربكم الأعلى، اللي قرب له كيقطع له راسه، ومشى له كيأمروا بالله تعالى، يأمروا بالإيمان بالله تعالى، وقعت له القصة المشهورة مع فرعون مع السحرة وجراوا عليه وما وقع له يعني وقع له الغرائب والعجائب. أيضا سيدنا عيسى تهوى تمحن سبيل الدعوة دياله، نضوا له اليهود بغوا يقتلوه وما خلوه ما داروا له من 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 من, 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 من أنه كفاره، قالوا لي أنت كافر خارج على الدين ديال اليهود، ومحنوه وعذبوه، ومع ذلك الله تعالى نجاه ورفعه إليه. وسيدنا محمد القصة دياله راه مشهورة عند الناس كاملين الحمد لله، يعني صبر على الدعوة دياله وعلى الإيمان بالله عز وجل حتى لقي ربه على اليقين الذي حصل له عليه الصلاة والسلام. فهذو أولو العزم من الرسل.